الانفوجراف اللي احنا شفناه ده بيتضمن الارقام كلها الحقيقه والمعلومات اللي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي النهارده رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ما قامت به الحكومه وانجازاتها خلال الاربع سنوات اللي فاتت وكل التحديات اللي واجهتهم. والحقيقه انه ده امر مهم، يعني لما الحكومه تعرض على الناس كل ما تم وبالارقام الحقيقه اعتقد انه ده بيوضح الصوره لكتير جدا ممكن يكونوا بيسمعوا عن مشروع هنا ومشروع هناك، بيسمعوا عن كل هذه الامور، لكن لما تتقدم وبالارقام وبالتفاصيل اعتقد انه الصوره بتتضح اكثر، وده شيء بالتاكيد احنا دايما محتاجينه، فكان مهم جدا الحقيقه هذه الجزئيه النهارده. طيب خلينا نروح لقطاع المشروعات الصغيره المتوسطه والنماذج الايجابيه اللي نجحت في مشروعاتها. برضو خلونا نشوف هذا التقرير من محافظة الأقصر واللي وفرت 49 ألف فرصة عمل، خلونا نشوف. جهاز تربية المشروعات ضخ بمحافظة الأقصر في مجال الخدمات المالية ما تقريبا 430 مليون جنيه، مولت 33000 مشروع 665، وفرت ما يزيد عن 49000 فرصه عمل في مجال الخدمات الغير ماليه، حجم التمويل 159 مليون جنيه، مشروعات البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه والتنميه المجتمعيه. ابتدينا مشروعنا ده كمصنع صغير لتصنيع الملابس والمفروشات والزي المدرسي، طبعا زي الخاص بالمستشفيات والتمريض وكلام من ده. لجأت لجهاز تنمية المشروعات، في طبعا ورقة طلب مني جهزناها وقدمناها، وبالفعل حصلت على القرض وزودنا الحمد لله المكن، زودنا عمالة وزودنا خامات. جهاز تنمية المشروعات وطبعا قدمت حصلت على القرض بقيمة 75000 جنيه. مشروعي عبارة عن مصنع الملابس الداخلية، صنع أقطان. جهاز تنمية المشروعات كان بصراحة ساعدنا في حاجات كتير، يعني أولا الإجراءات ما كانتش يعني فيها صعوبة أو معقدة، كانت سلسة وحلوة وتمام. برضو احنا بالنسبة لنا كمشروع محتاج رأس مال، يمكن برضو ما كانش متوفر معايا في الفترة دي عشان المشروع يستمر وينجح. بداية مشروعنا كانت في 98، وكان حتى وقتها الجهاز الفرع بتاعه في لوكسور لسه ما ابتداش عندينا، كان في جنة. فروحنا وقدمنا واخدنا اول قرض كان حوالي 200000، ابتدينا بيه المشروع. بعد كده سددناه، كان في 2004 هنا فتح الجهاز عندينا، برضو قدمنا تاني، طلبنا قرض تاني، زودنا في المعدات، خدنا قرض تاني برضو حوالي 400000. انت بتروح في الجهاز الناس مش بيتاخروا معانا يعني، وبيساعدونا في الدراسات وكل حاجه بصراحه، وبييسروا علينا حاجات كتير. طيب ده بالنسبة للمشروعات الصغيرة المتوسطة في الأقصر، خلونا بقى نروح أيضا لمحافظة الغربية ونشوف تقرير آخر عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك، ونرجع مرة تانية برضو نتابع مع حضراتكم. أخذنا قرض من جهاز التنمية، ومن ساعة القرض ما خدناه ابتدينا نخش معارض كتير في القاهرة، معارض القاهرة الدولي وكذا معرض كتير كنا بنخش فيهم. من خلال المعارض دي اتعرفنا على ناس كتير وعملاء كتير في القاهرة وفي اسكندرية وفي كل المحافظات. قبل القرض كنا مثلا بنعمل غرفة، بعد القرض والمعارض اللي كنا بنطلعها ومع العملاء وكده الموضوع زاد للضعف، ودي كانت البداية ان احنا يبقى شغلنا يعني معروف في جميع المحافظات. أنا كنت شغال عامل في شركة، عامل بسيط خالص، فبدأت إن أنا أفهم الشغلانة وأخد فكرة عنها بالظبط، بدأت أجمع معلومات عن الشغلانة لحد ما خلصت فترة التعليم بتاعتي. اتوجهت للصندوق لجهاز تنمية المشروعات عشان خاطر أجيب منه قرض عشان أكبر المشروع بتاعي، والفضل يرجع طبعًا للصندوق لجهاز تنمية المشروعات، هو اللي ساعدني في الموضوع ده. دلوقتي أنا كبرت وفي ناس شغالة معايا. We'll be right back.
روحنا جهاز تنمية المشروعات، فروح اتكلمنا معاه عشان ناخد منهم قرض، فرحبوا بينا وقالوا يساعدونا، فادونا الورق اللي هم يساعدونا بيه اللي هو جهزوا لنا الورق وعملنا الرخصة وكده. فلقينا بقى الحمد لله لما خدنا القرض ربنا اكرمنا، جبنا المكنة التانية. فلما جبنا المكنة التانية اشتغلنا في الشغل المصنعي اللي هو الشغل العبيان السوري. جت فكرة الدباديب أو لعب الأطفال من إن المنتج كله مستورد ومفيش منه مصري خالص، فجبت مترين قماش وصنعت حاجة هي ما كانتش حلوة في الأول، ولكن الحمد لله بدأنا نتحسن. قلنا يعني نعمل طفرة في الشغل بتاعنا ونشوف حد يدعو لنا يعني، وخاصة إن كان في بادئين هما يشتغلوا في صندوق اجتماعي وقتها يعني اللي هو جهاز تنمية مشروعات. انا بقول لكل الشباب يعني ان ما كانش عنده الاستطاعه انه يجود شغله في الفتره الحاليه يتوجه لجهاز تنمية مشروعات، ياخد قرض يجيب معدات حديثه شويه عشان نقدر ننافس، لان طبعا دلوقتي يعني احنا بننافس دول ما بننافسش اشخاص، فمحتاجين جوده في الشغل بتاعنا كويس عشان نقدر كمان نصدر.